عاجل البرلمان المصري يفوض الجيش المصري للتعامل مع سد النهضة، ومصر وتصريح هام إثيوبيا تريد الحرب. ننشر لحضراتكم التفاصيل. ومسؤول كبير بالدولة إثيوبيا تريد العمل العسكري وضرب سد النهضة. والجيش البريطاني يساند الجيش المصري وبعض من الجيوش العربية للتصدي للتهديدات أمن المنطقة. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل البرلمان المصري يفوض الجيش المصري لضرب سد النهضة. برلماني مصري قال إن البرلمان والشعب يفوضان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة سد النهضة والتصدي لأي خطر على مياه نهر النيل بعد اخطار اثيوبيا مصر بالملء الثاني للسد. وصف عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري محمود شعلان اخطار الملء الثاني بانه حبر على ورق ولن يتم تنفيذه على ارض الواقع. نقلت صدى البلد عن شعلان قوله: نواب البرلمان والشعب المصري على ثقة كاملة بقدرة الجيش المصري وقيادة سياسية في حل اصعب القضايا وصد اي خطر يهدد الامن القومي المصري. وأضاف: على ثقة في الرئيس السيسي والشعب المصري باتخاذ اللازم للحفاظ على أمن واستقرار الأمن القومي للدولة. وكان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. ورد الوزير المصري بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي من إثيوبيا الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. مصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد المصرية. وهنا برلمان المصري يقف بجانب الجيش المصري، البرلمان والشعب المصري بكامله يقف بجانب الجيش المصري ويؤيده في اتخاذ القرار اللازم لإنهاء ملف سد النهضة للحفاظ على الأمن المائي المصري ولحفظ حقوق المصريين في نهر النيل. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. ومسؤول كبير بالدولة إثيوبيا تريد العمل العسكري وضرب سد النهضة. قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد المنيسي إن التطورات في ملف سد النهضة وإبلاغ الجانب الإثيوبي مصر بالبدء في الملء الثاني للسد تمثل خطوة جديدة لاستفزاز مصر والسودان. وأضاف إن إثيوبيا لديها رغبة في استفزاز البلدين للاتجاه لعمل عسكري وضرب سد النهضة. ولفت المنيسي في حديث لبوابة الأهرام إن في مشاكل فنية كتيرة جدا في سد النهضة، الأمر اللي يخلي استكمال الملء الثاني لسد النهضة مستحيلا، فهو غير قادر على تحمل هذا الحمل الهائل من المياه المخطط له بواقع 74 مليار متر مكعب. وصرح بأنه لو تم الملء الثاني للسد فإنه لن يحتمل سوى نحو 3 مليار متر مكعب، وليس كما يستهدفون ما بين 18 و20 مليار متر مكعب بسبب تلك العيوب الفنية. اعتبر أنه لو ترغب إثيوبيا في استكمال السد لابتعدت عن طرقها الاستفزازية حتى تضمن عدم أي تصعيد عسكري، لكنها تقوم بكل الأمور التي تسير في عكس الاتجاه. أوضح أن رد الفعل المصري يستوعب هذه المراوغة الإثيوبية ومتفهم لطبيعة الإثيوبيين، فهم شديدو المراوغة وغير أمناء في الحديث ومخادعون ولا يمكن الوثوق في أي تعهدات منهم. وفيما يتعلق بخطوة مجلس الأمن، قال المنيسي إن المجلس لن يقدم جديدا في هذه القضية، لكن مصر سلكت هذا الاتجاه للتأكيد على أنها خاضت كل الوسائل الدبلوماسية السياسية المتاحة. أكد أنه بعد اللجوء إلى مجلس الأمن لم يعد هناك أي وسائل دبلوماسية أخرى متاحة. مصدر معانا كان من بوابة الأهرام المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق، وبأكد لحضراتكم إن يعني خطوة مجلس الأمن هي الخطوة النهائية السلمية بالنسبة لمصر. بعد السلمي بيبقى فيه العسكري على طول بإذن الله،
وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر وتصريح هام إثيوبيا تريد الحرب. وأستاذ القانون الدولي المصري نبيل حلمي أكد أن إثيوبيا ليس لديها إمكانية استخدام المياه ولا استخراج الكهرباء من السد، ومع ذلك فهي مصرة على جر المنطقة إلى صراعات والدخول في معركة. قال: مصر تقود ملف سد النهضة من خلال سياسة خارجية متقنة وحكيمة، تحاول خلالها أن تشرح للعالم الخطر الإثيوبي الداهم ضد الإنسانية وليس ضد الدولة أو أكثر. وأضاف: في ظل قناعاتي فإن مجلس الأمن لن يصدر قرارا محددا في هذا الشأن، وكل ما يمكن أن يتخذه المجلس هو القيام بتحويل الملف للاتحاد الإفريقي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بدورها ستقوم بإرسال الملف إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الجانب القانوني لا أكثر. وتابع: المحكمة ستقوم بتحديد الطرف الذي خالف القانون الدولي في هذه القضية، وستقوم المحكمة الدولية بإرسال الملف ثانية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة. أشدد على أن مصر خلال الفترة الماضية أوفت بتعهداتها الدولية والقنوات السلمية التي سلكتها، تعطي لها الحق الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 من القانون الدولي، في ظل ما تقوم به إثيوبيا من عدوان على الحقوق المائية لمصر والسودان. أضاف أن مصر استنفذت كل القنوات الدبلوماسية والأساليب السلمية في قضية سد النهضة، ومستعدة لكل الخطوات في سبيل حل هذه القضية، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية. المصدر معنا كان من بوابة الأهرام المصرية، وده أستاذ القانون الدولي المصري. كل الناس بتقول وكل السياسيين وكبار الدولة بيقولوا أن هذه الخطوة هي الخطوة الأخيرة الدبلوماسية بالنسبة لمصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وإن شاء الله قبل ما ننتهي من أخبار سد النهضة أحب أقول لحضراتكم إن شاء الله سد النهضة ده هيتضرب، أو احتمال ضعيف جدا إثيوبيا توقع على اتفاقية ملزمة بشأن الملء الثلاثي والتشغيل الثلاثي لسد النهضة وخزان سد النهضة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والجيش البريطاني يساند الجيش المصري وبعض من الجيوش العربية للتصدي للتهديدات التي تخص أمن المنطقة. رئيس أركان الجيش البريطاني الفريق أول سير نيك كارتر أعلن عن استعداد إنجلترا لمساندة شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة. وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أوضحت في تغريدة على تويتر أن الفريق أول كارتر قال خلال اجتماع عسكري انعقد في بريطانيا بمشاركة رؤساء أركان 9 دول عربية إن بريطانيا على استعداد للوقوف إلى جانب شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمي. الوزارة أشارت إن الدول التي شاركت في الاجتماع هي مصر، البحرين، الأردن، العراق، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية والإمارات. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، الأهم الأخبار في الوقت الحالي. أتمنى ما كنش يعني تقيل على حضراتكم، أتمنى أكون خفيف طبعا. وما تنسوناش من دعمنا باللايك ومتابعة الصفحة والاشتراك في القناة لو أنت على اليوتيوب. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.